يا هلا بعزيز المتابع اللي جاي يشوف اغلى 10 منازل في العالم. يا الله يا جماعه الله يرزقنا الله يرزقنا، هذا اللي اقدر اقوله، لانه انا بعطيكم حاجه بسيطه، كلامنا اليوم كله حيكون من فوق ال100 مليون دولار، ما في شيء تحت 100 مليون، تحت 100 مليون مو عندنا. فبسم الله اليوم راح نتكلم عن اغلى 10 منازل موجوده في العالم، وربما هذا التحديث قديم لانه في 2021 23 نوفمبر نزل المقال هذا، فممكن في اشياء تحدثت او تغيرت الله أعلم. ولكن يبقى أسعارها فلكية. فبسم الله خلونا نبدأ بدون ما نطول، بس حط لايك واشترك في القناة، خلونا نوصل 7 مليون يا جماعة، وشكرا على دعمكم الخرافي في المقاطع، الله يعطيكم ألف 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 عافية. عشان يكون في العلم ترى راح نبدأ من العاشر إلى الأول عشان في المبلغ يتصاعد معانا ونقعد ننجلط كل شوية. حديقة قصر كينسينتون، وتقع في بريطانيا تحديدا في لندن، وتحديدا في شارع وحي معروف بأنه حي الأثرياء، ويقال بأنه من أغلى الأحياء اللي موجودة في بريطانيا. طبعا ما يسكن إلا أصحاب الأموال، يعني حرفيا الناس كلهم كذا مليارديرية ساكنين هناك. ومالك هذا المنزل شخص اسمه لاكشمي ميتال، وتخيلوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله، المنزل هذا يتكون من 12 غرفة نوم، 12 غرفة نوم وحمامات تركية ومسبح داخلي و20 موقف للسيارات. يعني انا ما ادري ايش اقول، يعني هذا عنده 20 سياره كذا يوقفها 20 موقف، ما شاء الله تبارك الله. طيب نجي عند مربط الفرس، كم قيمه هذا المنزل اللي تذكروا في المرتبه العاشره، يعني حيكون ارخص منزل في هذا المقطع؟ تبلغ قيمه هذا المنزل 128 مليون دولار يا جماعه الخير، لا اله الا الله، هذه القيمه على هذا البيت هو لازال في المرتبة العاشرة. بالازو دي أموري، والله الاسم مرة غريب صراحة، يقع في كاليفورنيا تحديدا في بيفرلي هيلز، ويملك هذا المنزل جيف جرين. مساحة المنزل هذا يا جماعة ما شاء الله تبارك الله 3000 قدم مربع، وفي 12 غرفة نوم و20 حمام وعديد من المسابح، مو مسبح واحد لا، مسابح عديدة وملاعب تنس وشلالات وسينما و27 موقف للسيارة، حاجة مفروض يعيش فيها أظن أكثر من يمكن 50 عائلة ولا 20 عائلة، مو عائلة واحدة بصراحة. طيب كم قيمة هذا المنزل يوسف اللي هو في مرتبة 9؟ قيمته يا جماعة 198 مليون دولار، لا إله إلا الله. أنتوا انجلطتوا من هذه؟ تعال تعالوا اللي بعده، ما قد شفتوا شيء يا جماعة. أليسون ستيت، ويقع في كاليفورنيا في مدينة اسمها وودسايد، ومالك هذا المنزل هو لاري أليسون اللي صنف من أغنى رجال العالم أو من أغنى 10 أشخاص في العالم، قد نزلت مقطع عن هذا الموضوع. مساحة هذا المنزل يا جماعة 23 فدان، مدري اسمه فدان مدري فدان أو فدان، الزبدة إيش هو الفدان هذا؟ هي تساوي 4200 متر وكسور، يعني بدل ما يقول لك 4200 متر يقول لك لا واحد فدان، فهمتوا زي كذا. فهنا عندنا 23، يعني اضرب 23 فدان في 4200 يطلع لك المساحة بالمتر، واللي حتطلع تقريبا حدود 95000 متر يا جماعة، لا إله إلا الله، مساحة مرة كبيرة، مرة مرة كبيرة يا جماعة، ايش يغطيها ذي؟ المنزل هذا مبني على الطابع الياباني، فتشوفون شكله من برا كذا بالطابع الياباني، محطوط فيه أشجار وأزهار غالية الثمن تعطيك الطابع الياباني القديم، وطبعا حتى كمان عشان اليابانيين معروفين بالشاهي، ففي منزل أو بيت كذا اسمه بيت الشاهي موجود في هذا المكان، بالإضافة إلى بعض البحيرات الصناعية اللي موجودة في هذا المكان، وهذا كله زي ما قلت لكم عشان يعطون طابع ياباني قديم. طب كم قيمة هذا المبنى يا جماعة الخير؟ قيمته هي 200 مليون دولار، ما شاء الله تبارك الله. خلاص انا ما عاد بقول ما شاء الله، ما بعد اعلق، خلاص بقعد اقول ما شاء الله تبارك الله واللي بعده على طول. اي صح، في تنويه يا جماعه، المبالغ اللي انا قاعد اقولها ما معناته ان الشخص لما اشترى هذا المنزل انه اشترى بهذه القيمه، لا، ممكن هذه القيمه تساوي الان، لكن يمكن اشتراهم برخص من اول او بقيمه ارخص لانه زمان اشتراها وهكذا، عشان تكون عندكم نقطه معينه يعني باينه. فور فيرفيلد بوند، ويقع هذا المنزل يا جماعه في الولايات المتحده تحديدا في نيويورك، ومالك هذا المنزل هو ايرا رينيرت، وتبلغ مساحة هذا المنزل يا جماعة 63 فدان، يعني اضربوها في 4200 يطلع لكم كم بالمتر، لا إله إلا الله، مساحة كبيرة. المكان هذا يا جماعة فيه 30 غرفة نوم وثلاثة غرف خاصة بالطعام و39 حمام يا جماعة وثلاثة مسابح، والشيء الغريب واللي صدمني إن فيه 154 غرفة سينما. ليه 154؟ إيش هذا كله؟ وفي كذا في المكان هذا كله منطقة حق الترفيه على جنب، فيها ملعب كرة سلة
وصالتين بولينج وصالة رياضية اللي هي حديد وتمارين. البيت هذا لاحظوا انه يستهلك كمية طاقة غير طبيعية وكبيرة جدا، فقرروا انهم يحطون في البيت كمان محطة طاقة كهربائية. يعني هل لكم ان تتخيلون يا جماعة؟ تقدر قيمة هذا المنزل يا جماعة الخير ب 248 مليون دولار. رقم فلكي، أرقام فلكية. برج أودين بنت هاوس. البرج هذا واحدة من أهم الميزات فيه إنه يقع كذا قدام البحر الأبيض المتوسط، ومكتوب في الموقع إن هذا يعتبر من أطول أو أطول برج في أوروبا، فياريت أصحاب اللي يعرفون عندهم خلفية عن هذا البرج يأكدون هذا الموضوع. طيب يا جماعة تخيلوا البرج هذا فيه له شقق، تبلغ مساحة الشقة داخل هذا البرج 35 ألف قدم، ويتكون البرج من 47 طابق، وكذا كل شقة لها مصعد خاص ومسبح خاص وزحليقة كذا توديك على المسبح الخاص فيك. يعني ما كأنك في شقة يا رجل، هذه شقة أكبر من فيلا ما شاء الله تبارك الله. وتقدر قيمتها يا جماعة ب 330 مليون دولار. بصراحة أنا ما أدري هل 330 مليون للبرج كامل ولا للشقة الوحدة. لو للشقة الوحدة يا إلهي يا إلهي، ليبا ليبول، والله اسم هذا مرة صعب، بس سبحان الله الأسامي الغريبة دي أتوقع على طول تعرفون أنها تقع فين، في فرنسا. ويمتلك هذا المنزل شخص اسمه بيير كاردين. الغريب في المنزل هذا يا جماعة إن لو في صورة لو من الأعلى أنه يشبه الفقاعات كذا، كأنه زي الفقاعات. وبيير كاردين شخص هو مهتم في الأزياء والبزنس حقه في الأزياء، فحس أنه هذا الشيء كذا خارج عن المألوف وغريب، فعشان كذا أخذ هذا المنزل. واللي ضحك في الموضوع يا جماعة إن المنزل هذا جدا غالي، لكن بيير كاردين أخذه فقط عشان العطلات والرحلات، وعشان يسوي فيه كذا تصميم أزياء وحفلات أزياء. يعني ماخذة بس كذا تمشي، مو ماخذة بيت الرئيسي حتى. للأسف المنزل هذا ما في تفاصيل عليه كثير، اللي هو كم عدد الغرف، الحمامات، الأشياء الترفيهية، ولكن عندنا حاجة جدا مهمة اللي هي سعره. وسعره يا جماعة الخير يقدر ب 390 مليون دولار. لا إله إلا الله، نص مليار تقريبا. فيلا ليس سدريس، قلت لكم الأسماء الغريبة دي على طول لما تسمعونها تعرفون فين مكانها، برضو في فرنسا. عندنا في القائمة الرابعة يا جماعة فيلا ليس تدريس موجودة في فرنسا، ومالكها شخص اسمه رينات أحمدوف، وهو أغنى رجل في أوكرانيا. وطبعا هذا مو بيته الوحيد الغالي، ترى برضو عنده شقة قيمتها 136 مليون جنيه استرليني، من غير البيت هذا اللي هو ماخذه أصلا للمناظر برضو، لأن عنده بيت غيره ما شاء الله تبارك الله. مساحة فيلا ليس تدريس اللي في فرنسا هذه 18 ألف قدم مربع، وفيها كذا على جنب 35 فدان، مدري فداء يا اخي، يلا صعبه دي، فدان من الحدائق، بس كذا حدائق خضراء يا جماعه. وفي برضه يا جماعه 14 غرفه نوم، ومسبح بمواصفات اولمبيه، يعني كبير جدا. وفوق هذا كله يحتوي على اسطبل يكفي الى 30 حصان، يعني اسطبل ضخم مو عادي. طيب كم قيمه هذا العقار يوسف؟ كم قيمه هذا البيت الكيوت؟ يعني قيمه يا جماعه 450 مليون دولار. لا إله إلا الله، أنا قلت ما عاد بتكلم، ما عاد بقول لا ما شاء الله تبارك الله، وأروح للي بعده على طول. الحين احنا وصلنا للقائمة الثالثة. خلاص قبل لا أقول لكم، أبغاكم تتوقعون بما أن آخر شيء وصلنا ل 450 مليون دولار، كم تتوقعون قيمة المبنى رقم واحد، أغلى مبنى في قائمتنا لليوم رقم واحد كم تتوقعون قيمته بالدولار؟ اكتبوا لي في الكومنتات تحت، خلنا نشوف احد يقدر يجيبها ولا لا. في المرتبة الثالثة عندنا فيلة ليوبولدا، وزي ما قلت لكم اسم غريب، يعني يقع فين؟ في فرنسا. ما شاء الله فرنسا محتلة على اغلب القائمة عندنا اليوم يا جماعة. يقع هذا المنزل في جبال الألب، ويحتوي على 11 غرفة نوم وغرفة خضراء تجارية، ما ادري صراحة ايش قصدهم فيها، بس يمكن زي السوق او ما ادري صراحة كيف فكرتهم فيها. ويحتوي ايضا على 14 حمام الله يكرمكم، ومطبخ خارجي لاستقبال الحفلات، وعنده كمان مهبط طائرات، طبعا طائرات عمودية يعني هليكوبتر، ومسبح على مستوى وصفات عالمية، ما هو اولمبية لا عالمية، يعني اتوقع افضل من الاولمبية. طيب كم سعره؟ سعره 750 مليون دولار. تخيلوا يا جماعة، مع ان احنا قد قلنا في بيوت قبل كان مساحتها اكبر وكان في ميزات اكثر، لكن هذا ليش في مرتبة الثالثة مع انه ما هو مرة كبير للدرجة دي وسعره 750 مليون دولار؟ 750 وين؟ هذا مرتبة الثالثة. انا اقول لكم ليه. اغلب فلل ليوبولدا يا جماعة كانت ملك لملك بلجيكا في القرن التاسع عشر، فعشان كذا غالية عشان مين كانت حقتها وزي كذا من هذه الطريقة يعني. طيب نجي عند مرتبة الثانية يا جماعة، وعندنا انتيلا. وانتيلا صراحة هذا بصراحة شكله برج، لكنه مو كاتبين جنبه برج، فماني عارف ليه، ولكن لما قرأت الموضوع عرفت ليش في الاخير، لانه عبارة عن بيت. انتيلا هذا تشوفونه شكل برج يا جماعة،
جماعه، لكن ترى ساكنه فيه عائله واحده كذا، عائله متكين داخل البيت هذا. المنزل هذا ملك لاغنى رجل في الهند، ويقع المنزل هذا في الهند يا جماعه، والرجل هذا هو موكيش امباني. مساحه المبنى 400,000 قدم مربع، وارتفاعه 37 دور، وتم بناء البرج يا جماعه بطرق معينه عشان يتحمل الزلازل اذا وصلت حتى الى درجه 8. طبعا الله القادر على كل شيء، ولكن هو مجرد دراسات يعني، وكي دفع عليها فلوس اكثر. المنزل هذا فيه 3 مهابط للطائرات يا جماعه، تخيل 3، لا مو هليكوبتر واحد ولا 3 كذا، 3 هليكوبترات تقدر تجي في نفس اللحظه، حياكم الله ما في مشكله. وعنده سينما، لكن مو اي سينما، السينما عباره عن مسرح فيها اكثر من 50 مقعد، وتخيلوا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله، 6 ادوار خاصه مواقف سيارات، 6 ادوار سيارات بس ما فيها احد الا سيارات، لا اله الا الله. وموجود في البرج هذا مسابح متعدده واستديوهات ومكان حق يوغا واسترخاء، وفي غرفه خاصه بالاسكريم، ما ادري ايش التمسيكه الغريبه دي اللي معاهم، لكن سووا لهم غرفه خاصه بالاسكريم يا رجل، من فيها كل شيء تقريبا ما شاء الله تبارك الله. المبنى هذا يحتاج اقل شيء الى 400 موظف عشان يقوم المبنى هذا على كامل المهام حقته، ولا يطيح ولا يجي في قسم كذا خمج ما حد داري عنه. يا جماعه الخير قيمته هنا هذا بالثانية، يعني الحين لو قلت السعر وانت قلت اقل يعني خسرت لما توقعت. قيمته يا جماعة الخير 1,000,000,000 دولار أمريكي، نعم هذه هي قيمة هذا المبنى اللي هو في المرتبة الثانية، فما بالكم بالمرتبة الأولى كم قيمتها. المرتبة الأولى عندنا مبنى واتوقع عربكم راح يعرفه، اللي هو قصر باكنغهام في لندن، وطبعا معروف مين مالك هذا القصر، اللي هي العائلة المالكة والحاكمة في بريطانيا. المبنى هذا اللي يميزه حاجة واحدة، إن من عام 1873 ميلادي تم بناءه، يعني له إلى الآن ما شاء الله تبارك الله أكثر من 149 سنة، وغالبا دائما أي حاكم يكون هناك يصبح هذا المقر حقه، ويصبح هذا المبنى هو اللي يطلع الأوامر وكل شيء، وباقي صامد ما شاء الله تبارك الله. أكيد في تجديدات، ولكن سبب السعر الغالي إنه للأسرة الحاكمة وله مدة مرة طويلة. أما المساحة يا جماعة، فمساحة المبنى الحالة 828,000 قدم مربع، يعني قربوا من المليون. وكذا حديقة خارجية من غير المبنى 40 فدان، كذا بس حديقة حدائق كذا خضراء تتمشى فيها. طيب مع المساحة الكبيرة هذه كلها وحاجة جدا ضخمة، كم تتوقعون في غرفة يا جماعة؟ والله راح تنصدمون. بسم الله يا جماعة الخير، المبنى هذا فيه 775 غرفة، لا إله إلا الله. لمين؟ أتوقع أنها للعائلة والضيوف وللخدم بس، كثير 700 غرفة ما شاء الله، يعني مبنى فيه له تقريبا 1,000 إنسان ساكن، وتقريبا فيه له 78 حمام الله يكرمكم، وفي كذا على جنب 19 غرفة، ولكنها ما هي أي غرفة، غرف فاخرة توقع هذه للضيوف الفي آي بي كذا يحطونهم فيها. وبشكل دائم متواجد في هذاك القصر 92 ضابط، لازم كذا دائم موجودين في هذاك القصر. طيب الحين وصلنا لمربط الفرس ونهاية مقطعنا، كم قيمة هذا المبنى؟ خلينا نشوف الناس اللي قدروا يجيبونها صح في التوقعات ولا لا. قيمته يا جماعة الخير 2,500,000 دولار، النصف هذا يعني نصف مليون لا ونصف مليار، 2,500,000 دولار، لا إله إلا الله، يا القيمة إيش ما أضخمها على بيت هذه كلها ما شاء الله تبارك الله. أعرف أقربكم الحين من جلط، اكتب لي إيش أكثر شيء جلطك، ولو قالوا لك بنعطيك بيت من البيوت اللي سمعتها إيش تختار وليش. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.